قسما بالله ما ياخذ امر لا من قائد عمليات بغداد ولا من وزير داخلي ولا وزير دفاع. بعد مين يا اخي؟ ياخذ اوامر عفوا من السفاره الايراني. عجيب. اي نعم ياخذ اوامر من السفاره الايراني. واكو واثبت لك بالدليل القطعي بالاجهزه اللاسلكيه يتحدث فارسي. أنا هذا ثقبي؟ طيب يا عم الخامنئي مطي فتوى يقتلني قتل حلال، تريدني خليه يفوت لي بالساحات؟ اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. اي شخص حبي يتصل بالبرنامج، ارقام البرنامج ظهرت اسفل الشاشه، يقدر يتصل على اي رقم من هذه الارقام. ايضا عندنا رقم اخر مخصص لبرنامج الواتساب، اللي ما يقدر يتصل يتصل بينا على هذا الرقم. نتمنى ان تكون الرساله اللي تنبعث على برنامج الواتساب مطبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر من نقراها نقول الرساله من وين ومن منو. وأعتذر من السادة المشاهدين، برنامج الواتساب ما يستقبل أي اتصال في الحلقة، الاتصال فقط على الأرقام الثلاثة اللي ظهرت حاليا أسفل الشاشة. حلقة اليوم عن ثورة تشرين، عن ما يحصل في العراق، عن تسويف ومماطلة الكتل السياسية بالتعامل مع مطالب المتظاهرين، إقرارهم لقانون الانتخابات، الترشيحات اللي دائرة شحوها. المتظاهرين رافضين كل هذا الشيء، رافضين قانون الانتخابات، رفضوا تمرير القانون وأبدوا أنهم رافضين هذا الشيء، علموا أنه يعني يجب أن يكون الفائز في الانتخابات هو الحاصل على 50% من الأصوات زائد واحد، وأنه ضرورة أن تقسم الدوائر الانتخابية على أساس عدد الناخبين بحيث تتضمن كل دائرة 100,000 ناخب، وليس اعتبار كل قضاء دائرة انتخابية واحدة كما أقر البرلمان في القانون الجديد الذي أقر اليوم في قبة البرلمان. مطالب المتظاهرين معروفة. أولا هم ما يردون مرشح للكتل السياسية لرئاسة الوزراء، ما يردون شخصية لزمت منصب سياسي في العراق من عام 2003 إلى اليوم، ما يردون شخصية تابعة إلى حزب، ما يردون أي حزب من هاي الأحزاب اللي عرفها العراق من يوم 2003 إلى يومنا هذا. طبعا أقروا أيضا لجنة للانتخابات، ولجنة الانتخابات أكو نواب قالوا أنه اللي حصل بها هو ليس بقرعة، وأنه اللي موجود بها هو تمييز. عندكم أرشد الصالح يقول أنه عنصرية وطائفية، ما كانت لجنة أو مفوضية الانتخابات اللي أقرت هي مفوضية انتخابات نزيهة ومجلس خدمة، بل هي أيضا محاصصة طائفية، وأنه اللي انتخبوهم من المحافظات عدا محافظات الشمال هم تابعين إلى أحزاب ومدعومين من رؤساء كتل، حالهم حال مفوضيات الانتخابات اللي حصارت في السابق. أكو وثيقة داولها الناشطين أنه أكو نواب قدموا طعن بمفوضية الانتخابات وطعن بقرعة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات من القضاء، وقالوا أنه القضاء اللي موجودين في المفوضية الجديدة اللي أقرت أو اللي انتخبوهم الخمسة هي مفوضية للانتخابات تابعة للأحزاب، حالها حال مفوضيات الانتخابات السابقة. وكان مجلس القضاء مرر قرارا بتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات على وفق ما قيل إن الاختيار جرى اعتمادا على القرعة، لكن لما كشفنا الأوراق وكشفنا البيانات وجدنا بنتيجة القرعة فاز المستشارون السيدة إنعام ياسين محمد والسيد فتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة، فيما لم يتم إجراء القرعة الخاصة بالقضاة من إقليم كردستان وعددهم 2 حسب القانون بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في كردستان المرشحين لهذه المهمة. وبالعودة إلى خلفيات جميع الفائزين يتبين أنها قرعة أجريت وفق المحاصصة الطائفية والقومية، وبحسب السير الذاتية للفائزين يكون القضاء أعضاء مفوضية الانتخابات 3 من الشيعة و2 من السنة كما عمل سابقا و2 من الكرد. القاضي عباس فرحان حسن الفتلاوي مرشح ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي، جليل عدنان خلف مرشح التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر،
عامر موسى محمد مرشح منظمة بدر بزعامة هادي العامري، فياض حسين ياسين عن جبهة الإنقاذ والتنمية اللي يتزعمها أسامة النجيفي، علي رشيد مرشح تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي. أما القاضيان الكرديان فهما مرشحان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. أين مطالب المتظاهرين في كل ذلك؟ حلقة اليوم راح تحكي عن هذا الأمر، راح نحكي عن سبب مماطلة الكتل السياسية، سبب مطاولة الكتل السياسية بالوقت، سبب عدم رغبة الكتل السياسية بالاستماع إلى مطالب الجمهور. في كل بلدان العالم المتقدمة الشعب هو مرجعية الدولة، هو مرجعية الدستور، هو مرجعية الحكم، هو اللي يصرف. والكل يذكر الفيديوهات اللي تسربت في الديمقراطيات الغربية لما يكتشفون وزير فاسد، يا أما يرمى بخضروات فاسدة، يا أما يرمى في حاويات النفايات، يا أما يقلع من مكانه ويحاسب ويحاكم، واللي يثبت عليه الفعل يدفع الجزية للشعب. في يوم من الأيام الشعب ضحك لما شاف وزير كهرباء اليابان ينحني أمام الشعب الياباني 20 دقيقة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي 20 دقيقة عن الشعب الياباني. أبو فضل من كربلاء، من النجف. أبو فضل الله يسامت، الله يساعدك. حياك الله، الله يعزك. هلا بيك أخوي ويعزك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياك الله، الله يعزك عين. تفضل أخوي، تعال الهوى. نعم. بالنسبة للانتخابات طبعا. نعم. بالنسبة للانتخابات اللي الآن يتكلمون عليها وقانون الانتخابات. نعم. طبعا هذا هو لعبة جاي يلعبون على الشعب وعلى المتظاهرين. نعم. نعم أخ أبو فضل. أبو فضل تسمعني؟ نعم وياك. طيب نعم. أبو فضل، يعني اليوم في النجف المتظاهرين بعد إقرار قانون الانتخابات، بعد يعني رؤيتهم للكتل السياسية وهي تحاول تسويف مطالبهم، شنو كانت ردة فعل المتظاهرين والثوار في محافظة النجف؟ أبو فضل إذا أمكن تنصت التلفزيون وتسمعني من تليفون أسرع. انقطع الاتصال ويا أبو فضل، أعتذر منك. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا بحلقة صوتكم. عندنا من أربيل أم محمد، حياك الله يا أم محمد. ألو مرحبا. مرحبا، تفضل يا أمه. شلونك خير؟ مليح الحمد لله، تفضل يا أمه. أخي أنا أريد أهني الشعب العراقي على هذا القناة الجميل. تفضل يمه. وأتمنى لكل العراقيين النجاح والفوز. نعم. ولا تتصمد أخوي، لا عندنا حكومة ولا عندنا برلمان ولا عندنا قضاة. نعم. ولا عندنا أحد، وأتمنى شلع قلع للكل. نعم. وأنا طبعا كردية مو عربية. اهلا بيك والنعم منك اختي. اتمنى انه هاي الثوره تنجح. نعم. واتمنى النجاح لكل العراقيين. نعم. وعزي كل اهل شهداء اللي راح دمهم بس ان شاء الله ما يروح حرامات. نعم. وشلع قلع ان شاء الله للكل. نعم ام محمد. والنجاح لهذا القناة اللي بنشوف كل الحقائق. الله يسلمك يما، الله يسلمك.
وسلم لي على الكل. شكرا 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 لك. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. حياك الله ودوم يا أستاذي، وباختصار تحية ورد وياسمين لك وللبرنامج وللقناة. أستاذي بالنسبة للبرلمان عليه أن هو يمثل الشعب والجمهور، وبيده الحل والحل القضية والمشكلات المتظاهرين، وكذلك حل قضايا المختطفين والمحتجزين يا أستاذي. ولكن يا أستاذي فيه بغيت أحكي حكاية، يعني ممكن؟ تفضل. أستاذي بالنسبة للي يستخدمون العنف ومثلا والإدمان يا أستاذي، هم طرف في تعذيب الناس، يعني في السجون مثلا يستخدمون العنف والجرائم سببها المدمن والمتعاطي. طبعا هذه جزئية، نتحدث عن جزئية، كذلك المسكرات يا أستاذي. وكذلك يا أستاذي بالنسبة للخامني إذا زار كربلاء مثلا عليها ينهى عن التعذيب المختطفين والمحتجزين يا أستاذي. وآخر الكلام ابعد عنا الهم والغم والأحزان والأمراض. حياتي لك وللبرنامج يا أستاذي يا محترم. شكرا شكرا لك أخ سعد. بس سألتك سؤال، من هو ما جاوبتني؟ يعني خامنئي ينهي يعني تعذيب المختطفين والمتظاهرين، يعني هو من هو خامنئي بالعراق حتى ينهي ويأمر ويحكم؟ يعني احنا ليش نظل ندور ورا ذولا؟ منو ذولا اصلا؟ ليش ما نقول يعني للشعب انه خلص عوفكم من ذولا، ما نريد ذولا اصلا؟ هو الشعب طلع ثاير على مود ذولا ما يطبون بعد للعراق. ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة لهذول اللي دا ينتخبون بالبرلمان ومصوتين والحلب وسخابص نفس الشعب والكلمة للشعب والكلمة لهاي، هم كلها لعبة يردون يلعبوها على المنتفضين. لكن المنتفضين هم صار المتظاهرين صاروا عندهم صارت عندهم قوة وإرادة وعزيمة، وأتمنى أن تقوى قوتهم أكثر وأكثر، وأن لا يستمعوا إلى أي كلمة من البرلمان أو من رئيس الجمهورية اللي قاعد بالشمال يأكل يشرب وكل شيء ما يعرف بالدنيا. كلمتهم هي اللي راح تمشي غصبا ما عليهم وعلى على كل اللي بزروهم وخلفوهم. وما راح يصير كلمة إلى المالكي ولا الحلبوسي ولا العامري ولا سليماني ولا إيران، كلها هم قصدهم كله أنه إيران تبقى تمص بدمنا وتاخذ مواردنا وتاخذ فلوسنا، واحنا نظل جياعة ونظل احنا بس نمط شهداء وبس. هاي مصدر إيران، وهي هاي رايدتها إيران وأمريكا وإسرائيل رايدين هالوقع هذا هالشكل. وهذولا الخدم مال بالبرلمان وبالحكومة كلها خدم لأمريكا وإيران وإسرائيل، خدم كلهم خدام لهم. لكن إن شاء الله أنا بس أتمنى من المتظاهرين اللي قاعد يعتصمون عن الأكل يعني ما يأكلون، احنا نريد قوتكم يا متظاهرين يا أولادنا يا عزاء، احنا نريد قوتكم نريد إرادتكم. إذا ما تأكلون ما كافي شهداء اللي انطيناها، احنا نريد قوتكم حتى نحييكم أكثر وأكثر وتكسرون أكثر وأكثر وتقوون أكثر وأكثر على هالعملاء الموجودة. ترى احنا عملاءنا هواية، مو بس بالعراق، دائما مدايرنا عملاء من كل الجوانب، من الدول العربية والأجنبية، وكلهم عيونهم علينا. وإن شاء الله إن شاء الله النصر لكم يا وترفعوا رأس العراق وترفعونا مثل ما كانوا أحسن. وأنا أشكرك. شكرا شكرا لك أم أزهار. طبعا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية استبعدت بتقرير لها أنه أن يستجيب مجلس النواب العراقي لمطالب المتظاهرين بسن تشريعات تحد من نفوذ الأحزاب والكتل السياسية، طبعا لأنه الغرب والمواقع والصحف وكلها افتهمت شير دون المتظاهرين عدا مجموعة صغيرة موجودة بالعراق مشلبين بالحكومة لأن عندهم مصالح بيها
وبايعين البلد الإيران ما دا يرضون يفتهمون، ما دا يرضون يفتهمون أو مفتهمين ومتغابين، هذا شيء يعود إلهم. أيضا يعني عمليات القتل والاختطاف ما زالت على قدم وساق بالعراق. آخر محاولة تعرض لها اليوم الفنان الساخر والناشط في التظاهرات أوس فاضل، اللي اشتهر في تقديم أدوار تكشف فساد الضابط في فترة ما بعد الاحتلال الأمريكي. تعرض إلى محاولة اغتيال بمنطقة عرصات بالكرادة، يقول أنه ناشطين يقول أنه مسلحين يرتدون زي أسود يستقلون دراجة نارية وقفوا سيارته وأطلقوا عليه وابل من الرصاص قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة. السؤال هنا، ليش الناشط دا يخوف الحكومة؟ ليش اللي ينتقد الحكومة دا يخوفهم؟ ليش اللي يطلع يحكي كلمة بحق العراق ويحكي بحقوق الناس لازم ينقتل؟ ليش اللي يطلع يفضحهم لازم ينقتل؟ هم مو يقولون احنا ما دا نسوي شيء غلط؟ بعد ليش اللي ينتقدهم يقتلوه؟ مو يقولون هم صح وهم ديمقراطية وهم حرروا العراق وهم جايين لبناء العراق وهم جايين لإرساء نظام ديمقراطي، هم والأمريكان اللي جابوهم وراهم الإيرانيين اللي قعدوهم، ليش دا يقتلون الناس؟ أتمنى هذا السؤال جاوبوني عليه. ليش يخافون من النقد؟ ليش خايفين من المتظاهرين وقاموا يرمون عليهم قنابل غاز وقاموا يرمون عليهم بإطلاق رصاص حي وقاموا يسوون اللي يسووا بيهم؟ وليش يخافون من الناشط اللي ينشر؟ وليش يخافون من الممثل اللي ينتقد؟ وليش يخافون من الفنان اللي يرسم لوحة عفواً بها نقد إلهم؟ وليش يخافون من الكاتب اللي يكتب مقال بنقد إلهم؟ شنو السبب؟ شنو اللي يخوفهم بالناس؟ زين، هو هسه قاعد على الكرسي محصل نفسه بالمنطقة الخضراء وسدد أبواب المنطقة الخضراء، هسه كل المداخل المنطقة الخضراء مسدودة بصبات كونكريت، فهو متحصن جوا قاعد بقلعة ودا يحكم وعنده ميليشيات وعنده سلاح وعنده فلوس ودا يبوق الدولة ودا يسوي اللي دا يسويه، ليش دا يخاف من الناس؟ صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني طبعا الحكومة العراقية اللي مسمين نفسهم حكومة عراقية، هاي القتل واللي جاي يصير والمظاهرات ما يكترثون الأمر الشعب والشعب جاي يطالب، يعني نفسهم هم سياسيين وقادة الكتل هم لحد الآن يتحكمون مصير البلد، سواء من ناحية الأمنية والاغتيالات اللي جاي يصير والظلم اللي جاي يصير والبطالة وغيره، كلها الحكومة هي مسؤولة عنها، قادة الكتل يعني لحد الآن ما متفقين. يعني الشارع العراقي يحكي يطالبون أن شخص يقود المرحلة القادمة، يعني شخص مستقل، وهم لحد الآن مكلبين بالكتلة الأكبر واللي يعني معولين على أن الكتلة الأكبر هي اللي يطلع من عندها، وكل الشخصيات اللي موجودة عنها احنا نعرفهم اللي رشحوهم، قصي سهيل، أسعد العيداني وغيرها وغيرها، وحتى عبد الوهاب الساعدي، كلهم ناس مجرمين وقتلة. يعني ونعرف احنا ملفاتهم والمن تابعين، كلهم تابعين الميليشيات الطائفية وهاي الأحزاب الدموية، المفروض بيهم اللي سرقتوه سرقتوه من خيرات هذا البلد، حلوا علينا وغادروا هالعراق هذا وروحوا، كافي، أعطوا العراق للمرحلة الشباب، ناس مستقلين يقودون البلد لبر الأمان، ناس تدور هسه بس أمان، ما تريد كل شيء، تريد وطن، فأنتوا دمرتوا كل الفواصل الحياة، كل مجالات الحياة من وزارة التربية، وزارة الزراعة، التعليم العالي، التربية، ماكو عندهم إنجاز في سبيل يطلع شخص يدافع عن وزير أو قائد كتلة أو سياسي، كلهم ناس تلطخت إيديهم بدماء العراقيين وبهذا الفساد اللي الملفات الفساد يعني قاربت المليون ملف فساد عد النزاهة لحد الآن ما باتين بيها، وبعدهم تشلبين الكتلة الأكبر، أي كتلة أكبر هسه حتى لو اتفقت سائرون ويتفقون البناء
على اي شخص كان. يعني هم هذا طالع من هذا رحم هذا الرحم الفاسد. يعني ما حد يقبل به. يعني ما يقبلون الجماهير اللي منتفضه ما تقبل بهذه الشخصيات اللي يريد يرشحوها. يعني يمشون عكس اتجاه ما يريد الشعب وطموحات الشعب. ومع الاسف المرجعيه يعني صار المظاهرات يعني عمرها 63 يوم. يعني تقدر تبث، تقدر المرجعيه بالنجف ان وجدت او غيرهم يعني يبثون ان الشخصيه اللي تقود المرحله القادمه لازم تكون مستقله. يعني ما يهمها المرجعيه، ما يهمها هاي دماء الناس والفوضى الموجوده والعطاله اللي صارت بكل الوزارات ودوام ماكو، وحتى الناس القطاعات الخاصه اللي ناس يشتغلون الايدي العامله وغيرها والتجار والاسواق وغيرها كلها يعني صارت متوقفة يعني نهائيا بسبب ان المرجعية ما جاي تحسم الموضوع، وبسبب الصراعات والمحاصصة اللي جاي يقودوها مع الاسف نفسهم المجرمين هادي العامري برعاية قاسم سليماني والمالكي وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر. هم نفسهم جاي يتحكمون بالبلد. كافي عاد، الناس ملت من عندكم، الناس بزعت من عندكم. جاي اي شخصية جاي ينزلون صورتها بساحات الاعتصام ويسقطوها، يعني ما راضين باي شخص من طالع من عندكم. فالمفروض بيهم يحلون عن هاي الشعب ويعرفون السياسه ويعرفون المرحله القادمه الشخصيات يعني مستقله في سبيل يعني يحاولون يبنون ما هدمته هاي الاحزاب وهاي السياسيين اللي دمرونا ووصلهم العراقي ان حتى كرامه ما عندنا صارت. يعني كل عراقي يعني عفوا للكلمه ان ما عندنا كرامه بسبب هاي الحكومه وبسبب هاي الاحزاب وبسبب هاي الميليشيات الوقحه اللي جاي تقتال وتقتل بابناء الشعب. وما يهمهم الميليشيات ما تهمها دماء كانت سنيه او شيعيه. وهسه الدليل احنا يعني الشارع العراقي قضينا على الطائفيه اولا، ثاني شيء شارع اهلنا بالجنوب عرفهم ان الميليشيات الطائفيه هي اللي عندها الكواتم، وهم عندهم العبوات اللاصقه، وهم اللي جاي يقتالون بالناشطين السياسيين، وهم اللي يخطفون بالنساء، وهم اللي يقتلون العائله باكملها، الرجل وزوجته والاطفال يقتلوهم. ما هم ناس مجرمين يعني، ويريدون يوصلون العراق الى حرب طائفيه او حرب يعني اقتتال شارع. نعم، شكرا لك اخ صباح، وضحت الفكره، لكن اعتذر عندي اتصالات كثيره. محمد من هولندا، حياك الله. محمد من هولندا كريم، تفضل اخوي. محمد تسمعني؟ محمد من هولندا تسمعني؟ انقطع الاتصال يا الاخ محمد، اتمنى ترجع تعاود تتصل بينا حتى نسمع رايك بالموضوع مال اليوم. محمد من الرمادي، حياك الله يا محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلون اخويا؟ شلون الصحه؟ الحمد لله، تفضل اخويا. الحمد لله. اخويا احنا جماعه المعتقلين مال الرزازه شو نسينا؟ انا دزيت لك رساله ذاكني وخابرتك، قلت لك اخويا احنا جماعه الرزازه المعتقلين ال 1691 واحد. نعم. الو. اي نعم عمي. فاحنا هسه نسونا احنا هم اخواني، ومن يطالبون بالمعتقلين والمخطوفين ذولاك يوم احنا هم اخوانهم وياهم، يعني مثل ما يطالبون ذاك يطالبون وياهم، واحنا هم اخوانهم. احنا مو يعني من يعني احنا اللي بدينا، هم صارفين بروسنا الدقه احنا يعني. نعم نعم. وانا جاي اتكلم لك عن 1691 موثقين وبثائق من المحافظه وموقع عليهم محمد الحلبوسي. نعم. فلا تحب ادزك الاسماء من الموثقين القوائم ادزك اياهم، يعني احنا احنا نريد من الله ومن عندكم، احنا ما نناشد بس انتم يا اخوي الناشد، ونريد كل ما يطلع على القناه تجيبوا لنا طاري ذولا يعني المعتقلين طالبونا بيهم. ماشي تمام ان شاء الله. يعني احنا يعني شلون تضحك علينا نفسك تضحك علينا؟ احنا هم اخوانك. انا يعني قابلت جرح 193، احنا كنا خابرتك قبل فتره، احنا 193 واحد كنا اخواني والدعم. نعم يعني نعم. من بيع من عشيره واحده، يعني من فوخد واحد فوخدين، احنا كلنا احنا يعني 193 واحد. انا جاي اتكلمك عليهم من 1691. نعم نعم، وصلت. شكرا شكرا لك اخ محمد. جماعه المعتقلين مال الرزازه ما حد نساهم،
وما حد نسى المختطفين ولا نسينا النازحين ولا نسينا أي أحد، لكن اليوم أكو شيء بالعراق، هذا الشيء إذا صار هو اللي راح يجيب التغيير لكل شيء وراح يحل كل الأمور، اللي هو اللي يريد الشعب. أكو تغيير يريد يصير بالعراق، فلهالسبب إحنا مركزين بالثورة، ثورة تشرين. أما الأخ صباح من بغداد قال شنو عندهم منجزات؟ لا عندهم منجزات كثيرة، يعني حكومات ما بعد 2003. أكو عقود بملايين الدولارات بخصوص الكهرباء، لكن ما كهرباء بالعراق. أكو تراخيص نفط وغاز، والعراق يستورد مشتقات نفطية من إيران. أكو عقود بناء كثيرة وما شفنا شيء بنا، لا مدرسة ولا مستشفى ولا مجاري ولا جسر ولا أكو شيء شفناه بالعراق بنا جديد، حتى واحد يقول إنه أكو شيء جديد. أكو مدن تهدمت وأهلها تهجرت وأهلها اعتقلوا، واللي انعدم من عندهم واللي انقتل واللي انخطف واللي انفقد وماكو دليل عليهم. وواحد من عندهم الأخ محمد من الرمادي يقول يريد نعرف أهلنا وين. فهاي أخ صباح من أكبر منجزاتهم، والمنجز اللي وقعه وسقط المتظاهرين وسقطت ثورة تشرين اللي هو المحاصصة والطائفية اللي رادوا يرسخوها بين الشعب، إنه هذا يقول أني سني وذاك يقول أني شيعي وذاك يقول أني كردي وذاك يقول أني عربي، رادوا يعني يأسسون هذا الشيء بيناتنا، لكن الثورة سقطت كل هذا المشروع. فهاي منجزاتهم، يعني عندهم منجزات كثيرة. أخ صباح من بغداد، برنامج صوتكم متواصل وياكم، الأسئلة نفسها، ليش الحكومة أو السياسيين أو الكتل والأحزاب خايفين من الناشطين، خايفين من الشعب، خايفين من الثوار؟ فاصل قصير ونرجع لكم. ابن الشطراني اسمع سليماني، ابن الشطراني اسمع سليماني، ما تهمنا الرصاصات ولا من طلع علي، ما تهمنا الرصاصات ولا من طلع علي. اسمع يا ابو الكاتب يا ديل يا عاجم، اسمع يا ابو الكاتب يا ديل يا عاجم، ديل انت ويا ايران ونساء الخادم، ديل انت ويا ايران ونساء الخادم. ايوه الشمر اسمع بالزيتون تقمع، جميل الشمر اسمع بالزيتون تقمع، ما نسكت عليها لابد يوم تطلع، ما نسكت عليها لابد يوم تطلع. بغداد سمعوني لا ميخوفوني، بغداد سمعوني لا ميخوفوني، تجد اعتقالات لا ميرجعوني، تجد اعتقالات لا ميرجعوني. أنا ابني لجنو متعود على الحروب، أنا ابني لجنو متعود على الحروب، خوفنا انت مجنون وحدنا ميت القلوب، خوفنا انت مجنون وحدنا ميت القلوب. أنا ابني لجنو متعود على الحروب، أنا ابني لجنو متعود على حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحلقة صوتكم. الفيديو اللي شفتوه هذا بالشطرة، مجموعة من المتظاهرين على لحن من لحن الأغاني العربية كتبوا كلمات يردون يفهمون بها الإيراني وذيل الإيراني من الكتل والسياسيين والموجودين بالجيش، شنو حالهم وشنو هم. أرجع وأوجه نفس السؤال، ليش الحكومات خايفة من ليش الكتل السياسية والأحزاب خايفة من الناشطين، خايفة من الشعب، خايفة من المتظاهرين، خايفة من الثوار. محمد من هولندا رجع ويانا، حياك الله يا محمد. تحية لك أخي الكريم. هلا بيك أخويا. تفضل أخ محمد تسمعني؟ أنا وياك أسمعك. تفضل أخويا.
وجودهم ناشطين أخي، هم شعار عشرات من ليش. أعتذر منك أخ محمد لكن الصوت ده يقطع وما ده نفتهم كل شيء، يعني إذا أمكن تغير لي مكانك حتى يوصلنا الصوت. انقطع الاتصال ويا الأخ محمد. اليوم المتظاهرين هم من أكثر من يوم هم يعني بدأوا يصعدون بمطالبهم، بدأوا يصعدون من إجراءاتهم. البارحة أضربوا عن الطعام، قبلها أغلقوا الطرق، اليوم أكو غلق لطريق خور الزبير باتجاه ميناء أم قصر والخور وشركة الأسمدة بمحافظة البصرة، أكو غلق لجسور الناصرية تحديدا الزيتون والنصر والحضارات والجسر الحديدي خلال حرق الإطارات في محافظة ديقار بمدينة الناصرية. أيضا مهندسين النفط اعتصموا أمام شركة مصاف الجنوب في الناصرية وأكدوا استمرارهم بالعصيان المدني والإضراب حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين. وفي محافظة القادسية أغلق المتظاهرين عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية كالبلدية والتربية وديوان المحافظة والمجاري والماء والاستثمار، كل هذا احتجاج على جميع مرشحي الأحزاب السياسية، إن كان قصي السهيل، إن كان أسعد العيداني، إن كان فائق الشيخ علي، إن كان أي شخصية تسلمت منصب من 2003 حتى هاي اللحظة. من مصر مصطفى السيد، حياك الله. أيوة، السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتنا أولا للسائرين الأحرار ولثورتنا المجيدة، ثورة العز والشرف والكرامة والنخوة وتحرير الوطن من دنس المستعمر الأمريكي وعصاباته اللي صنعها في وطننا للقتل والدمار والنهب والاستيلاء على السلطة بالقوة والغباء السياسي والجهل والتخلف. حياك الله أخوي. سيدي بالنسبة لأفراد العصابة يا سيدي بيستهدفوا الناشطين، ده شيء طبيعي، شيء طبيعي لما مجرم قاتل بينتهي حياته من الوجود لازم يقتل سيده اللي بدافع عن الوطن وبدافع عن العرض والدين والأديان والبشر جميعا والحياة ومقومات الحياة كلها، فشيء طبيعي أن يستهدفوا أسيادهم من السائرين الأحرار لأنهم قتلوا الصوت. فنطالب المحاكم الجنائية الدولية بقى بأنها تنتقل، يعني احنا نطالب شعبنا ونطالب ثورتنا المجيدة بأن تطالب بنقل محكمة الجنائية الدولية إلى العراق في كل مقرات العراق، هو ده، لأن أفراد العصابة مش هينفع يترحلوا، لازم يتحاكموا داخل العراق حتى الأجيال القادمة تشوف ذلهم وعارهم ومهانتهم وجرائمهم اللي ارتكبوها في حق الوطن وفي حق الأمة وفي حق الإنسانية كلها. والله العظيم يا أخي شيء يعني العقل البشري لا يستوعب هذا كمية الجرائم من 17 سنة دم وما تحسبوش على جريمة واحدة، والمجتمع الدولي يغض الطرف والإعلام العربي هناك تعتيم بالإعلام العربي لا يغطي الثورة ولا يعترف بيها. والله مهزلة، والله مهزلة وعار على كل إنسان عندك شرف وعندك رحمة في قلبك وعندك نخوة الرجولة، والله عار على وجهك أن تسكن على هؤلاء القتلة. نطالب باعتراف شعبي من الشعوب كل متصل، نطالب حضرتك بالاعتراف بالثورة حتى يلعلع سكها في العالم، نعترف بأنها ثورة شعب خالصة، ثورة عراقية عربية شريفة طاهرة مستمرة، وهؤلاء القتلة لا لهم شرعية ولا لهم وجود أبدا، وإن شاء الله يتحكموا قريبا بإذن الله، والنصر للعراق وعاش العراق وشعب العراق ومقاومة العراق الشريفة الوطنية. وأنا أشكر سيادتك. شكرا جزيلا لك. مصطفى من بغداد، حياك الله يا مصطفى. حياك الله حبيبي. أهلا حبيبي. أنا حاليا أطالب الحكومة رسميا بإلغاء جميع المصالح الإيرانية داخل العراق لأنه سوف تعرقل التجارة العراقية وبالتالي عدم الحصول على الاستقرار في البلاد، هاي أول شيء. وثاني شيء حاليا إحنا واعين فهمانين وضعية البلد، شنو وضعية البلد؟ إنه حاليا أكو دولة العراق مقسمة إلى أقسام، منها سياسيين، منها أحزاب، منها رجال تخدم غير العراق اللي هي الدول المجاورة. فعلينا حل جميع العملية السياسية الحالية، جميعها تنحل، وبالتالي بعد تكون حكومة جديدة تقر بالتجارة العراقية والجميع تقر بالتجارة العراقية والجميع الأعمال التي سوف تقام بالدولة وأرجعها بقوة. وأنا أخوكم مصطفى ثامر حاليا من التظاهر. نعم، والنعم منك.
نعم، شكرا 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 لك اخ مصطفى. ابو محمد من اربيل حياك الله. السلام عليكم استاذ فهل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحياتي لك ولقناه الرافدين والرحمه والغفران للشهداء وشفاء العاجل للجرحى ان شاء الله. حياك الله اخوي. استاذ فهل ان شاء الله منصورين، هاي خطوه عن التقدم، بس تدري ليش خايفين هؤلاء السياسيين؟ لان ذولا ما عندهم انجاز زين هذا الشعب. باقوا الشعب، سرقوا الشعب، قتلوا الشعب، نهبوا الشعب، يعني دمروا العراق، دمروا الشعب العراقي، ولهذا خايفين من المحكمه. صدام حسين ما سوى قد ما سووا هذولا، وعدموه. ذولا رايحين يعدمون بساحه التحرير، ودعتك ذولا لازم يعلقوهم بالحبل، لازم يعدمون كلهم واحد واحد. ولهذا خايفين من هذا الشعب، لازم كلهم ينعدموا ذولا. اي والله. نعم. شكرا شكرا لك ابو محمد. ايضا اليوم بساحه حبوبي بمدينه الناصريه المتظاهرين نددوا بترشيح اسعد العيداني اللي هو محافظ البصره اللي عليه قضايا فساد وغيره من مرشحي الاحزاب الفاسده، وردد المتظاهرين هتافات مناهضه للاحزاب السياسيه. واما بشان التظاهرات في بغداد والمحافظات، استمر التظاهر، استمر زخم التظاهرات المطالبه باسقاط النظام على الرغم من القمع الحكومي والميليشياوي المتصاعد ضدهم، والمتظاهرين صعدوا من حراكهم رفضا لترشيح الاسماء الحزبيه المطروحه للاستحواذ على منصب رئاسه الوزراء. واكو تظاهرات واسعه جابت شوارع بغداد والمحافظات، وقطع المتظاهرون عدد من المحافظات الجنوبية طرق وجسور رئيسية رفضا لترشيح شخصيات من الأحزاب الفاسدة لمنصب رئاسة الوزراء مثل ما ذكرنا. وتواصلت المسيرات الطلابية مع توافد أعداد كبيرة من طلاب المدارس والجامعات إلى ساحات الاعتصام، وأكدوا استمرارهم في الإضراب. أما فيما يخص الواتساب، عندي أول رسالة: تحية حب واحترام لكم أيها الأوفياء في قناة الرافدين، أوجه كلمة لأخوتي المنتفضين. ليش تأخذون قرارات من برلمان أتى على ظهر الدبابة الأمريكية وسرقكم طيلة هذه السنوات، واصلوا انتفاضة تشرين أول أهدافها، وأصلا انتفاضة تشرين أول أهدافها إسقاطه. أتمنى منكم مراجعة أفكاركم. تحياتي أخوتكم المنتفضة نوال يوسف شنيار أم هيثم من ذيقار المشلبية. حياك الله. رسالة أخرى: مساء الخير، قناة الرافدين عظيمة، أشو كل ساعة يرشحون واحد يصير رئيس وزراء، والله يستحق أنه يصير رئيس وزراء الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لأن هو حارب الدواعش. نشكر كل كادر في الرافدين، بس ما دمر الموصل لا أبد. عثمان من أمريكا حياك الله يا عثمان. السلام عليكم أخي الحبيب، إن شاء الله بخير. هلا بيك أخويا. الله يحفظك، تحية لك وللكادر ولجميع المشاهدين. هلا بيك. وإن شاء الله يا رب الله يحفظ المتظاهرين ويغفر لشهدائنا، وإن شاء الله يا رب يشافي جرحانا. ما أريد أطول عليك. اللهم امين. تفضل اخوي. سيد الكريم الله يبارك فيك. انا طبعا الاستاذ محمد اكثر من مره انا اتصل، في المره الاولى طبعا قطعت اتصالي، يعني ثواني ميوت وظل هو يتكلم بدالي، وصرت انا بموقف يعني ضد المتظاهرين. مره ثانيه صرت بموقف انا من محبي فاق الشيخ علي. المهم لكن ما يخليني اكمل. المهم اولا في الاتصال الاول انا حذرت من القبعات الزرقاء اوكي قبل اسبوعين، لكن للاسف يعني صراحه أوقفني من التكلم. ما يخالف خلينا ماشي. الدليل على كلامي أنه القبعات الزرقاء خطرين جدا على الساحة وعلى المتظاهرين وعلى القرار الشعبي. أنه انظر اليوم من ترأس الجلسة في البرلمان، أعتقد ذاك الشخص الآخر اللي هو من كتلة سائرون، صح أستاذي؟ طيب نعم، هو ترأس الجلسة ومرروا قانون 15-16. ما هو قانون 15-16؟ هل احنا يعني صرنا حاليا في محل يعني عفوا الاحزاب صاروا محل تقاعد؟ بس من رخصتك اخ عثمان، يعني احنا هسه لازم نعي انه الثوار بالعراق ما يدورون وراء اي واحد موجود، ان كان بالتيار الصدري ولا كان مدني ولا كان مستقل ولا كان بدوله القانون ولا بالنصر ولا بالتحالف الكردستاني ولا باي مكان ولا بتحالف القوى. هو دا يقول لك انا ما اريد ولا واحد من ذولا اللي جوي من 2003 لليوم، كل من صعد بالبرلمان ولا صعد بوزاره ولا صعد بمنصب انا ما اريده.
هذا اليوم كلمة الشعب، فهو ما يريد يروج إلى أي شخص آخر. طيب فلماذا إذن نحن يعني اليوم متظاهرين يفرحون ويرقصون بالشارع بشأن التوقيع أو الموافقة على هذا القانون؟ على أي قانون؟ كارثة. على أي قانون؟ هذا 15 و16 اللي أسنى الأحزاب أسنته، هل معقول إحنا نترجع قانون الانتخابات؟ نعم. زين أنت تقول رقصة وفرحة، ومن رخصتك؟ من رخصتك أبدأ المتظاهرون رفضهم قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان فيما يخص فقرة فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بنسبة 50+1؟ أنت شلون تقول يفرحون ويرقصون هم رافضي أصلا؟ أقول لك هذا اللي إذا أقوله أنا أصحاب القبعات الزرق وجودهم، وراح أعطيك دليل بس أرجو أن تسمح لي، وجودهم هو شنو وجودهم؟ يعني مثلا هذا القانون يصدر احنا شو نسوي؟ فد 20 واحد يسوون يهوسون يمجدون بالقرار، اوكي؟ وهسه يطلع لك مقتدى الصدر قبل نص ساعه يقول قانون الانتخابات الجديد سيقصي الاحزاب الفاسده، اذا اكو مؤامره اخي، احنا لازم ننتبه، لازم يكون صوتنا عالي. وانا ارجع واقول لك ترى الشعب ما تناسيهم، مفتهم هذا الشيء. احنا ليش نحط بصوب عين القبعات الزرقاء ولا فلان ولا فائق الشيخ علي ولا عبد الوهاب الساعدي ولا فلان ولا فلان؟ ما نحط، الشعب واعي لهذا الشيء، وانا اريد اوصل لك هاي الفكره. نعم استاذ، احنا اكيد فائق الشيخ علي وعبد الوهاب الساعدي، هو عبد الوهاب الساعدي قاتل الى جانب الميليشيات، اوكي، وتم تكريمه من قيس الخزعلي، تم تكريمه من قبل يعني قاده ميليشيات، يعني من قبل المالكي، يعني هذول هم اللي قتلوا الشعب، وهاي المقابر الجماعيه عندنا اللي لا انا القصد من كلامي انه ليش احنا نركز على مجموعه معينه والشعب كله رافض كل شيء؟ القصد انه احنا لازم يكون اعلامنا قوي. طمع. الاعلام يجب ان يكون اقوى. الله يحفظك وشكرا. مشكور. مشكور حبيب قلبي، اشكرك اخ عثمان. بالنسبة إلى رسائل الواتساب أرجع لها، السلام عليكم إلى نزلاء المنطقة الخضراء، أقول قريبا ستدركون ولكن بعد فوات الأوان أن خيانة الأمانة ذنب عظيم وعواقبه وخيمة، وأن حفنة من الحثالات أمثالكم لن تستطيع الوقوف بوجه شعب ثائر، وستكونون عبرة لمن تسول له نفسه في يوم من الأيام بأن يلعب لعبتكم القذرة التي لعبتموها على الشعب طيلة 16 عاما، فإن للباطل جولة وإن للحق دولة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. منتظر من كربلاء. السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك ولكادر قناة الرافدين. هاي حكومة فاسدة بأكملها ولا يوجد نزيه بها، ونطالب بتغيير الوجوه بالكامل. تحياتي أنس العبيدي. السلام عليكم وتحياتي لك ولجميع الكادر بقناتكم المحترمة الصادقة. كلمتي للمتظاهرين الأبطال وللشعب المنتفض، نترجاكم بأن لا تعيدوا غلطة 2003 وتنتخبون من جماعة الفاسدين وذيولهم. انتبهوا واحذروا، حفظكم الله من كل مكروه وشر وأنار قلوبكم. لهفة من ألمانيا. السلام عليكم، رسالتي للمتظاهرين، عليكم بإنشاء صفحة على الويب نزلون بها أخبار التظاهرات وطلبات المتظاهرين وتكون باللغة العربية والإنجليزية. أخوكم أبو يوسف من الدنمارك. تحياتي لك أخي أفل. خطوات التصعيد في ثورة تشرين تستمر من إضراب وقطع للطرق والشوارع وغيرها للإضراب عن الطعام، والقادم مفاجئ في سبيل خلاص من نظام الأحزاب وإيجاد الوطنيين لحكم العراق بأناس مستقلين بنظام رئاسي لا يعود للأحزاب سطوتهم ونفوذهم، البقاء للعراقيين الشرفاء الأحرار، يعيش العراق حرا أبيا شامخا عصيا. والرسالة تطول، أعتذر عن عدم قراءتها. أخ العراق شو وقت نرتاح؟ العباس عليك طلع المسج، قريتها، تدلل أخوية. تحية طيبة لقناة الرافدين، المنبر الشريف، هذا القانون المزعوم الجديد الخاص في الانتخابات أنا على يقين أنه من فكرة الفاسد مقتدى ومجموعة القذرة لتدوير أنفسهم ومعهم أخوتهم الأحزاب الإيرانية. الحذر، كل الحذر أيها الثوار من الالتفاف على مطالبكم، نحن خرجنا لإسقاط نظام فاشي بالكامل. تحياتي أخوتكم المنتفضة مريسة جعفر المهنة، أم حيدر من ذي قار المشلبية. رسالة أخرى، السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة الكريمة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقيد أن ينكسر. يعني يا حكومة لو عدنا واسطة بالدولة نتعين، لو ما كن ظلنا نعيش بس نتأمل والعمر يمشي بينا، ملينا عمي خريجين كلها تعبت وماكو تعيين، خلي نموت ونروح شهداء أفضل، ولا نظل بهاي الدولة. إجونا ناس دمرونا تسلطوا علينا، بعد انكشف زيفكم أنتم المافيات والعصابات والميليشيات،
لا مكان لكم إن شاء الله. السلام عليكم، أنا أم علي من محافظة ديقار، نحن نريد وطن خالي من الأحزاب القذرة. السلام عليكم لقناة الرافدين، الثورة مستمرة وتتزايد شجاعة وأصرار، نحن شعب يمرض ولا يموت، نعشق الشهادة وتسقط إيران ومرجعيتهم العميلة وشيخهم الخرف السستاني الإيراني، وعاش العراق. سامي من هولندا. السلام عليكم وحيي قناتكم كريمة، أنا علي من الناصرية. طبعا أهل الناصرية اليوم ساحة حبوبي معتصمين بالساعات التظاهر، سووا حملة إضراب عن الطعام. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا محمد من الرمادي، تداعي بمعتقلين الرزازة، ندعو الحكومة والقنوات. عرفت الأخ محمد اتصل بنا وقال إحنا أهل المعتقلين، وصلت رسالتك أخ محمد. رسالة أخرى من فيديو آخر، ما أقدر أطلع فيديو على الحلقة. السلام عليكم، تحية لقناتكم الوطنية وألف تحية لثوار تشرين المباركة. رسالة لقناتكم ولثوار، إخوان اللي حكم العراق من 2003 وحتى اللحظة هي أحزاب وجميعها لديها ميليشيات، وهي من تقتل وتخطف، كذلك الجيش والشرطة هي نفسها الميليشيات، والبقية من عينهم الأحزاب والمعممين، هم جميعا مشتركين وليسوا عاجزين أو مشاهدين. ولكم الشكر، أخوكم زيادة عزاوي من هولندا. ملخص ميزانية العراق من عام بعد 2003، رسالة طويلة جدا لا أستطيع قراءتها. السلام عليكم، كل أفراد السلطة الحاكمة تسعى بكل أنواع القتل بدم بارد للناشطين من أبناء شعبنا العراقي الرافض لهذه السلطة التابعة لإيران، لأن هؤلاء الشجعان يفضحون كل هذه السياسات. النصر قادم بإذن الله للعراق، ندى من الدنمارك. يحيى العراق، تحياتي لكم، الرحمة لشهداء ساحات التظاهر، اقتلوا الكلب المسعور. رسالة أخرى، لدي فيديو وأرجو نشره، أنا ناشط مدني، أرسل أخي العزيز على رقم يرسل أسفل الشاشة تحت نافذة أنت ترى. أخي أفل، لأنهم على علم أن الشعب على حق، لكم مني كل الاحترام، أخوكم أبو عمر من أمريكا. حتى لا تعتبرني مؤيد لهؤلاء الأحزاب، أقول لعنة الله عليهم، ذيول لكلابهم، أجلكم الله، منهم من ذيل لإيران ومنهم من سوى أكثر. ومسح الرسالة ما قدرت أكملها، وبرنامج صوتكم انتهى مشاهدين الكرام. أعتذر من باقي الأخوة اللي أرسلوا رسائل ما قدرت أقراها، كثيرة جدا. شكر موصول لكل من اتصل ببرنامجنا، وسؤال موجه أيضا لكل سياسي ولكل الشعب العراقي، ليش اللي حكم العراق من 2003 لليوم يخاف من الشعب ومن الناشطين ويقتله ويخطفه ويعذبه؟ نلتقيكم على خير بحلقة جديدة، برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر إن شاء الله. في أمان الله.